أهلا بكم من جديد. يبدو واضحا أن المنظمين والمشاركين في جلسات الحوار الوطني في البحرين قرروا مواصلة حوارهم على رغم انسحاب جمعية الوفاق المعارضة. الجمعية التي لم تحضر جلسة أمس بررت انسحابها بعدم جدية الحوار وبالاعتراض على آليته المتبعة، غير أنها شددت على أن انسحابها لا يعني محاولة إفشال الحوار، لكنها لمحت في المقابل إلى العودة إلى الشارع للاعتصام والتظاهر سلميا حتى تحقيق المطالب. لعل السؤال الأساس الذي يطرح بعد تعليق الوفاق مشاركتها في جلسات الحوار هو: ما مصير هذا الحوار بعد انسحاب أكبر تشكيلات المعارضة؟ وما مدى انعكاس انسحاب الوفاق الوطني على الحوار في حال استمراره، والذي يبدو كذلك كما تبين في جلسات أمس؟ قررت حركة الوفاق المعارضة في البحرين تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الذي سبق ودعا إليه ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. الوفاق أرجعت السبب في تعليق مشاركتها إلى عدم جدية المشاركين في التعاطي مع مطالب المعارضة، إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لممثلي الوفاق لطرح آرائهم حسب ما أعلن علي السلمان أمين عام هذه الحركة، مضيفا أن هذا لا يساعد على إيجاد مخارج للأزمة التي تواجهها البلاد. السلمان أكد أن حركة الوفاق متمسكة بالحوار الجدي بين كل الأطراف ومتابعة مطالبها بالطرق السلمية والتظاهر والاعتصام. وقد حددت المعارضة 4 نقاط رئيسة لإنجاح الحوار، هي: أن تتولى السلطة حكومة منتخبة ديمقراطيا، أن يكون للبرلمان المنتخب صلاحيات كاملة، توزيع الدوائر الانتخابية بصورة عادلة على أساس المواطنة لا الطائفية، استقلالية الأجهزة القضائية والأمنية الكاملة وبمشاركة كل أطياف المجتمع. وتنتقد حركة الوفاق السياسة التي اعتمدتها الجهات الراعية للحوار في توزيع المقاعد بين ممثلي الأطراف السياسية والمدنية، فهي لم تحصل سوى على 5 مقاعد من 35 مقعدا خصصت للمعارضة من أصل 300 مشارك، في حين أنها تمثل 40% من مقاعد البرلمان قبل الاستقالة منه. وعلى الرغم من الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة للتخفيف من التوتر عندما قررت إحالة جميع المعتقلين والموقوفين من القضاء العسكري إلى القضاء المدني تمهيدا لمحاكمتهم مدنيا، فإن العقدة الأساس أمام الحوار بين المعارضة والحكومة تبقى الخلاف على دور وصلاحيات مجلس الشورى المعين الذي يلغي أو يتقدم على دور مجلس النواب المنتخب. أطراف بحرينية أعربت عن أسفها لقرار الوفاق السياسي الذي اتخذ قبل بدء الحوار، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرار جلسات الحوار. حسن فحص، العربية. وللحديث في هذا الموضوع معنا من المنامة عبر الهاتف السيد هادي الموسوي، عضو جمعية الوفاق البحرينية المنسحبة. أود أن أشير قبل أن نبدأ بالحوار مع السيد هادي الموسوي إلى أننا وكالعادة في بانوراما حاولنا أن تكون وجهات النظر المختلفة معنا، أو وجهتي النظر على الأقل، من مع السلطة ومن شخص من جمعية الوفاق، ولكن للأسف تم إلغاء الحجز عبر الأقمار الاصطناعية بعد أن تمت الموافقة عليه، ثم حاولنا أن يكون هناك الاتصال عن طريق الهاتف كما هو الحال مع السيد هادي الموسوي، ولكن من اتصلنا معهم رفضوا المشاركة بسبب وجود السيد هادي الموسوي معنا في هذه في هذا الملف أو هذه الفقرة من بانوراما. أهلا بك معنا سيد هادي الموسوي، وأبدأ معك بالأسباب الحقيقية وراء انسحابكم من الحوار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا سيد هادي. أهلا وسهلا، مرحبا. ما هي الأسباب الحقيقية وراء انسحابكم من الحوار؟ الأسباب الحقيقية ليست سرا ولم تكن مفاجئة، لأننا منذ الوهلة الأولى التي استلمنا فيها دعوة الحوار كنا واضحين جدا مع السلطة في أن ما سيتم على أساسه الحوار يحتاج إلى توافق، وكما أشارت السلطة بأن الحوار سيكون غير مسبوق الشروط، غير مشروط، إلا أنه في واقع الأمر كان مشروطا من قبل المنظمين، حيث أنهم استأثروا بوضع الأجندة والآليات والإجراءات وكل شيء حددوه. إذن هذا
هذا شرط أو شروط قد وضعت في بداية الحوار، كما أننا حينما دخلنا الحوار كنا قد دخلنا بنية صادقة، نحب لهذا البلد أن يعيش حالة الاستقرار، وأكدنا على ذلك من خلال مرئياتنا التي قدمناها مكتوبة، وقدمنا رؤيتنا في الإجراءات التي لم نتفق معهم فيها، وقدمنا رؤيتنا أيضا في الآليات التي لم نكن لنتوافق معهم عليها، وقدمنا كل ملاحظاتنا ولم نكن سلبيين، كنا إيجابيين لا أبعد حد في الهامش الذي كان يسمح لنا به هذا الحوار، سواء من حال من يعني من ناحية الوقت أو من ناحية الكينونة. نحن مجرد 4 أشخاص نحضر الجلسات، في حين أننا يفترض أن نكون 5، لأن الخامس معتقل وترفض السلطة ضمنيا الإفراج عنه، لأنه معتقل بسبب جنحة، وهو نائب سابق، وهو جزء يفترض من عملية صنع القرار كسلطة تشريعية، وإن كان منسحبا أو إن كان مستقيلا، إنه بالفعل ما هو هذا. من حدد اسم الشخص الذي تشير إليه؟ هل أنتم من حددتم بأنه يجب أن يكون معكم بالحوار؟ أردتم أن يكون معكم في الحوار أم أنه هكذا يعني هكذا الأمور تسير؟ إذا كنتم أنتم من حددتم فهذه مشكلتكم ليست مشكلة الدولة، إذا كنتم 4 أو 5 تشاركون في الجلسات. بالتأكيد نحن الذين حددنا النائب السابق أو المستقيل جواد فيروز المعتقل منذ 2 مايو، حددناه لأن أيضا هذا سيعطينا مؤشر على جدية الحوار، وأنه ليس حوارا صوريا، وإنما إذا حددنا شخصا يفترض أن يكون من ضمن فريق الحوار سنجد أن السلطة ستقول نعم ما دام هذا جزءا من الحوار ليكن معكم في الحوار، إلا أننا لم نجد تجاوبا في هذا، ما يعني أنه ليس هناك جدية في هذه الخصوصية. هنا تدخل مسألتين ببعضهما البعض، مسألة الحوار والموافقة على أن تكون هذه الشخصيات جزء من الحوار، ومسألة أخرى أنه معتقل ويبدو أن إجراءات إطلاق سراحه لم تتخذ حتى الآن، أو حتى القرار بإطلاق سراحه لم يتخذ، يعني الخلط في المسألتين هل تعتقد أنه مناسب في ظل الحديث عن حوار وطن؟ إذا كنا نريد أن نتحدث عن حوارا وطنيا ينقل البلاد من حالة قائمة إلى حالة قادمة يعيش فيها الأمن والاستقرار، وتثبت فيها السلطة بأنها راغبة في التعاطي مع مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية والتجاوب والمشاركة وإعطاء كل ذي حق حقه، هذا النائب اعتقل بسبب جنحة وليست جناية، لأنه كان يشارك في قنوات يعبر عن رأيه، وكان يشارك في حق ثابت ضمنه له الدستور والقانون والحتى طيب. أنا معك مش مختلفة معك على هذا الموضوع، يوم كان أن يخرج في مسيرة مش مختلفة معك على الموضوع، لم تمنعه السلطة آنذاك بالضبط، وهذا لا نختلف معك فيه، ولكن أنتم قررتم اسمه وضعتم اسمه وأنتم تعلمون أنه معتقل بجنحة وليست جناية، وهذا يعني إذا ما نظرنا إليه من صورة بعيدة وكأنكم تضغطون على النظام بأنه يجب أن يطلق سراحه لأنه رح يكون معنا جزء في الحوار، لكن ليس هذا هو الموضوع الحقيقة، الموضوع انسحابكم من الحوار. أنتم اعترضتم على الآليات التي يجري فيها الحوار، سميت الآليات والإجراءات بأنها شروط سبقت الحوار. نحن نفهم عندما نقول أن الحوار غير مشروط بمعنى أن كل شيء يكون مطروحا على الطاولة، أما هناك أطراف من تشترط أنه هذا الموضوع لا يمكن الاقتراب منه وهذا الموضوع مرفوض نقاشه، وهنا تصبح الأمور مشروطة، الآليات والإجراءات لا تدخل في عملية الشروط. يعني أنا أؤكد الكلام الذي تفضلت به أستاذة نهى، أن الموضوع ليس وجود النائب جواد فيروز أو لا، ولكنه كان مؤشرا، ولهذا نحن أثبتنا بأننا استمرينا في حضور الجلسات بدونه، يعني هو لم يكن شرطا وإنما كان مؤشرا لمحاولة قياس التجاوب الرسمي. وفيما يتعلق بعدم الشروط، يعني وجود شروط من المشاركين أو عدم وجودها، نحن
كما هم الحضور كان يحضر ولم يعلق ربما الكثير منهم على الإجراءات والآليات، ولكننا حينما نشارك إيجابيا بطرح نظرية أو تصور أو رؤية فيما يتعلق بالإجراءات، إنما كنا نريد أن نساهم في إنجاح الحوار، لم نكن نريد أن نعيق الحوار، لأن ما طرحناه كان بالفعل سيضع الحوار على سكة أكثر انسيابية وتكون قادرة على الخروج بمخرجات ذات قيمة تتعلق بطبيعة المأزق القائم في البلاد. نحن لم يعني لو جئت إلى العناوين التي توضع، يعني تعزيز التنافسية الاقتصادية، ما علاقة هذا بالأزمة الأخيرة التي مرت علينا؟ ما علاقة الحوكمة في إدارة المال العام وحقوق المرأة والطفل، على أن حقوق المرأة والطفل ليس شيئا جانبيا، شيئا أصليا ولكنه وجوهريا، ولكنه لا يتعلق بالأزمة الأخيرة، وإنما يتعلق بمجريات القانون في البلاد والتعاطي والمواد والقيام السلطة التنفيذية باحترام الطفل والمرأة. يعني أنا بفهم أنه لما بيكون في الدعوة مثل التي حصلت في البحرين، أن كل هذه المواضيع تعرض على الأطراف التي ستشارك في الحوار، ألم تكونوا تعلموا بأن هذا ما سيتم نقاشه وتبادل الأفكار حوله واتخاذ رؤى معينة فيه؟ في البحرين كمان مرة برجع بقول بتسموها المرئيات حتى بتطلعوا فيها وتروح للملك حتى يقرها، يعني هذه التفاصيل اللي حضرتك تذكرها لم تكونوا على علم بها، أم أنكم كنتم تعلمون أنه سيتم نقاشها؟ بالتأكيد كنا على علم بها فيما وصلنا من معلومات أولية، كيف سيكون هذا المنتدى الحواري وما هي الآليات وكيف ستصل المرئيات إلى العاهل بعد ذلك، ولكننا كنا نقول أن تمثيل السلطة يجب أن نتفق فيه. يعني هل أجتمع مع أفراد لا يملكون قرارا وأتكلم معهم فيسمعوني ويتكلمون فأسمعهم ويصبح ذلك خطابا وليس حوارا، يعني بتعبير المصطلح الإنجليزي مونولوج وليس دايالوج، يعني أنا أروح ويسمعوني وبعدين هم يتكلمون وأنا أسمعهم؟ هذا يعني علينا أن نسميه باسمه حتى لا نشيع حالة ونستخدم مصطلحا لا ينطبق على الواقع. هذا منتدى عبر عنه المنسق العام لهذا المؤتمر بأنه جمع أو منتدى أفكار وليس أفراد، وهو لقاء لتجميع المرئيات والرؤى. إذن أنا ممكن أختصر ألخص سببين مهمين لمقاطعتكم أو انسحابكم من جلسات الحوار عفوا. الأول إنكم حابين يكون هناك من هو صاحب قرار من تحاورونه، ربما هذا الثاني، والأول أن تكونوا قادرين على طرح ما تريدونه من رؤى سياسية تحديدا وليست اقتصادية ولا اجتماعية، لأنه سمعنا بأنه أنتم ركزتم كثيرا على فكرة حكومة منتخبة فقط، يعني هذا كان تركيزكم في كل الحوارات، هل هذا صحيح؟ هو صحيح في جزء في الجزء الذي تفضلت به حينما قلت هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، ولكن هناك أسباب أخرى أيضا، لأننا لا نستهين بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الحقوقي أو ما إلى ذلك، ولكن الجانب السياسي هو الذي يحدد بوصلة كل هذه المحاور الأخرى. حينما نقول المحور الاجتماعي، لا يعني بالعكس، المحور الاجتماعي هو الذي يأتي بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي ربما للناس، وكما هو الاقتصادي وكما هو الحقوقي، ولكن من حيث الأولويات يجب أن تكون السياسة بالجانب السياسي، الجانب السياسي أولا. طيب سيد هادي الموسوي، الآن نأتي للخطوة اللاحقة، للخطوة القادمة. أنتم انسحبتم، هل هناك أي إعادة تفكير بالعودة؟ هل من شروط للعودة؟ هل ترغبون بالعودة؟ وما هو الإجراء الذي ستتخذونه لاحقا في التعبير عن رأيكم ورؤيتكم لمستقبل البحرين إذا ما انسحبتم من هذا الحوار، خاصة أنكم قلتم بأنكم هذا لا يعني هذا الانسحاب لا يمكن أن نسميه تعطيل للحوار؟ هل أفهم من هذا أيضا أنكم ربما تباركون النتائج التي يخرج بها الحوار حتى لو كنتم خارج الحوار؟ أؤكد شيئا، نحن لم ندخل الحوار
الذي أسمي حوارا ووجدناه ليس حوار وإنما ورش عمل تطرح فيها عناوين ويطرح كل شخص فيه 3 دقائق تصور أو تعليقة، لم ندخل لنخرج أو لننسحب. ويوم أن انسحبنا لأننا وجدنا وقائع ومعطيات معينة لم ننسحب لنرجع، لأننا لا نمزح في عملنا السياسي، نحن جادون في التعاطي مع شعبنا، مع وطننا، مع السلطة في كل ما نقول. نحن نوضح كل شيء بفم مليان. يعني نحن حينما نقول شيء لا نقوله لأننا نريد أن نضحك على الآخر، نحن نؤكد للمنظمين وللسلطة بأن كل ما قدمناه إليكم من عشرات الأوراق التي وضحنا فيها رؤيتنا كاف لأن يكشف لكم مدى جديتنا وصدقيتنا وشفافيتنا وإخلاصنا لأن يكون حوارا جادا. إلا أن ما تلقيناه ورقة واحدة فقط من حجم A4 تقول لنا أن وجودكم فيه إثراء. هذا رد متواضع وجميل ومؤدب، ولكنه ليس له علاقة بما قدمناه من مرئيات تحتاج إلى طرح إثبات بطلانها أو طرح إثبات صحتها أو التعليق عليها يعني بأنها صحيحة أو في محلها أو غير محلها. لم تنسحبوا لتعودوا، يعني لن تعودوا للحوار مرة أخرى. بالتأكيد، كما أننا لم ندخل لننسحب، ولكن فرض علينا الانسحاب بحسب المحلات. الخطوة القادمة وردود فعلكم، يعني كيف رح تتعاطوا مع أي شيء يمكن أن ينتج عن هذا الحوار في نهاية المطاف؟ نحن كمؤسسة يعني نمثل قطاعا كبيرا من الناس ونتشرف بذلك، وإذا فشلنا في إنتاج ما يمكن أن ننتجه للناس يمكن أن 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 ينبري الآخر ويقدم نفسه كحل لهؤلاء الناس ولهذا الوطن. نحن حينما تسأليني هذا السؤال، ما الذي هو قادم، ما الذي ستفعلوه بعد الانسحاب، نحن نقول ليوم القيامة ليست الجمعة القادمة وليس بعد أسبوعين. هذه حياة، مضينا عشرات السنين، عقود من الزمن نمارس دورنا في تطوير بلدنا، في إخلاصنا لبلدنا، سنستمر على ذلك، ولكننا نؤكد دائما بأن حقوقنا لن نتنازل عنها، وأن أساليبنا السلمية سنستمر عليها، لأننا نعتبر أن أسلوبنا السلمي هو الكتلة الحرجة التي أحرجت السلطة، لأنها لم تستطع منذ البداية أن تتعامل مع سلميتنا، فعندت الاستخدام العنف بما فيها التظاهر، يعني الاساليب السلميه التي الحديث عنها بالتطهير عن حشد مظاهرات كبيره بكلمه يعني مرفوضه دوليه واخلاقيه. طيب. طهروا الدوار. طيب. هذه وهذا خطير. ايوه، بما فيها يعني انا اؤكد على انك تحدثت اكثر من مره عن الاساليب السلميه بما فيها التظاهر، لانه هناك حديث عن دعوات لمظاهرات كبيره يوم الجمعه، وحضرتك قلت انه القيامه لن تقوم يوم الجمعه، بمعنى انه هذه عمليه مستمرة للوصول إلى أهدافكم. هذا ما فهمته من آخر جواب لك سيد هادي الموسوي. شكرا جزيلا لك على المشاركة، عضو جمعية الوفاق البحرينية المنسحبة من جلسات الحوار. شكرا جزيلا لك.